لكل البنات واللي بيتفرجوا علينا، انا عارفه ان انا قلت موضوع المايه كتير، بس انا بقوله تاني، قلت موضوع التغذيه كتير. لازم احافظ على بشرتي، لازم ما استناش ان انا يعني تشتكي مني البشره وابقى انا سني 30 وباين عليا ان انا سني 40، او ان انا سني 40 وباين عليا ان انا سني 50. لازم نغذيها، كريم الليل، كريم النهار، الحاجات دي لازم نختارها بعنايه، ما نجربش في نفسنا. يعني لازم يبقى عن طريق دكتور علشان يختار المناسب لبشرتنا. لو انا عندي مشكله الحقها من الاول. ساعات بتبقى في بنات جايه عندها حبوب ومش عارفه ان في المشكله مثلا وراها، او مثلا بنت جايه تعمل ازاله شعر بالليزر علشان المنطقه دي ابتدت تظهر فيها شعرات تقيله وابتدت تضايقها، وبنلاقي الموضوع وراه مثلا حاجه اسمها تكيس مبايض، بيبقى لخبطه في الهرمونات، زياده في الوزن لفتره، دايره كده بنلف فيها بتزود الهرمونات وبتزود الشعر في منطقه الدقن وبتزود الحبوب. فبنلاقي ان احنا يعني لما دورنا على المشكله ودورنا نعالج المشكله، عالجنا مشكله اكبر وهي موضوع تكيس مبايض. فدايما ما نستهونش بالحاجه اللي بنلاحظها، وما نمشيش ورا وصفات، او ما نمشيش ورا حد جرب حاجه وجت معاه كويسه. احنا بنتكلم دلوقتي بصفه عامه، وبعد كده هنعمل حلقات عن موضوع التكيس ده وبيعمل ايه في البشره وبيعمل ايه في الحبوب وبيعمل ايه في تاثيره على زياده انتاج الشعر في المناطق في الجسم. كل الحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله في حلقات تانية مع بعض. عايزاكم بقى تتابعوني على الصفحه بتاعه الفيسبوك، وهستنى والانستجرام، وهستنى الاسئله بتاعتكم وهرد عليها. كانت معاكم دكتورة دعاء الخبيري، أخصائية جلدية والليزر، وعضو الجمعية الطبية الأمريكية لطب التجميل. بلاش يا جماعة نجرب في نفسنا، بلاش يا جماعة إن احنا ما نسألش دكتور، ولازم معلش أنا عارفة إن أنا قلت كده كتير، بس احنا لازم نسأل الدكتور، علشان أنا بيجيلي في العيادة مصايب من بس التجارب، وان بس يعني حد قالت واحده صاحبتها او عملت حاجه زي صاحبتها ودخلنا في شهور علاج على فكره، يعني مش مثلا بتبقى حاجه بسيطه، دخلنا في شهور علاج، خاصه مثلا الشعر. يعني اكيد هنعمل حلقات للشعر، بس الشعر ده مشاكله كتير جدا، ودايما علاج الشعر بياخد وقت للاسف. يعني ساعات في ناس بتبتدي فيه وبتزهق عشان هو بياخد وقت، لان احنا لما بنعالج الشعر احنا بنعالج الروت او الجذر بتاع الشعرايه، فمن دوره الحياه الشعريه بتبقى من 3 ل6 شهور. محدش يستعجل في النتائج، سواء للغمقان او للبشره او للشعر. فلازم احنا نبقى عارفين ان انا هبتدي علاج، يبقى انا هبقى حد صبور واصبر على الجلد واصبر على الشعر عشان الاقي نتيجه. انا كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، واستنوني ان شاء الله بعد كده يوم السبت اللي جاي. الحلقه اللي جايه هيبقى فيه تفاعل وهيبقى فيه اسئله على الهوا. وكانت معاكم دكتوره دعاء الخبيري، اخصائيه جلديه وعضو الجمعيه الامريكيه لطب التجميل. شكرا.